هذا وقد واصل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة كتابة الإنجازات ورسم اسمه بحروف ذهبية من جديد عندما توج بطلا لبطولة مونبزيير الدولية للقدرة المقامة في فرنسا لمسافة 160 كيلومتر. نعم، وذلك وسط مشاركة واسعة من فرسان العالم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كما حصل فارس الفريق الملكي محمد الهاشمي على المركز الثاني. وبرهن سمو الشيخ ناصر بن حمد أن القائد الناجح دائما يكون هدفه الوصول إلى القمة والمحافظة عليها، حيث تمكن سموه من تحقيق اللقب في أول مشاركة لسموه بعد بطولة العام الأخير التي أقيمت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحديدا في قرية بوذيب، حيث جاء حصد لقب بطولة مونبريز الدولية بعد 6 أشهر من تحقيق سموه لقب بطولة العالم، ليواصل سموه التربع على عرش قائمة الأبطال مع نفس الجواد داركو لاماجوري. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة لرياضة القدرة البحرينية يأتي امتداداً للرعاية الفائقة التي تحظى بها رياضة القدرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عالي البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب سموه عن تقديره للمتابعة المستمرة من سمو الشيخ خالد بن حمد طوال مراحل السباق، مشيرا إلى أن هذه النتيجة الطيبة بالحصول على المركز الأول وكأس البطولة تعد حافزا كبيرا للفريق الملكي للقدرة تمهيدا للمحافل المقبلة، حيث أن الفريق يتطلع لمواصلة تحقيق الإنجازات في المشاركات المقبلة.
حتى التهنئة والتبريكات لكم طويل العمر تعني الكثير. بطل العالم يكرر إنجازه في فرنسا. الحمد لله على كل حال. هذه بطولة تجريبية لبطولة العالم، جينا واثبتنا وجود وشاركنا بقوة ونافسنا بقوة. الله وفقنا اليوم، والله وفقنا في سماع صوت الشوخ بين كل مرحلة ومرحلة، والله وفقني بحضور العيال وامهم. شلون ما تبيني اليوم ما أدي كل اللي عندي، عطيت اللي عندي كله. وداركو له عادة، يعني دائما ما يرد إلا يعني بالخبر اللي احنا نبغيه، والله الحمد اليوم فوز كبير وتجربة كبيرة. بطولة العالم السنة الجاية لنا إن شاء الله. العمر في اللقاء اللي صار مع مذيع السباق كررت بأن بطولة العالم وراح تكرر بطولة السنة القادمة إن شاء الله. بإذن الله، طبعا التوافيق عند الله، احنا بنجتهد بنشتغل ليل نهار وبنفكر شلون نطور روحنا. والسباق غالب ومغلوب في كل الحالات، احنا نتقبل هذه الظروف. طول العمر الأنجال الله يحفظهم إن شاء الله شاهدوا تسجيل وتحقيق بطولة لسموكم، فهذه أعتقد رسالة لهم ولكم. الله يسلمك. كل اللي أقدر أقوله أن الله يحقق أمال الأهالي في عيالهم، يشوفون كل أمنياتهم في عيالهم، مثل ما أنا اليوم أشوف أمنياتي أنا وأمنيات سيدي جلالة الملك في أحفاده، ولله الحمد. مسيرة حافلة خطتها مملكة البحرين في حصد العديد من الإنجازات في سباقات القدرة التي تحظى بدعم كبير ومتابعة مباشرة في الميدان من فارس البحرين الأول حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. فلطالما شكلت توجيهات جلالته نبراسا لقائد الفريق الملكي للقدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد ولجميع فرسان مملكة البحرين، وهو من عكس بالإيجاب على مشاركتهم المحلية والخارجية في تحقيق البطولات والنتائج المتقدمة، الأمر الذي رسخ من مكانة البحرين الرفيعة وسجلها المتميز على خريطة رياضة القدرة ووصولها إلى مختلف محافل التتويج. وتنفيذا لتوجيهات العاهل المعظم، يحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد دائما على المحافظة على رياضة الأجداد والآباء، فبذل كل الجهد والمساعي الحثيثة للارتقاء بسباقات الفروسية والقدرة، وعمل على إخراج جيل من الفرسان الشباب القادرين على حمل لواء القدرة البحرينية لمستقبل أكثر إشراقة. قائد الفريق الملكي للقدرة يواصل هيمنته على السباقات العالمية، فسطر سموه بأحرف من نور إنجازات ونجاحات عالمية في ريادة رياضة القدرة، فالعالم احتفى بكونه بطل العالم لسباقات القدرة. وبعد 6 أشهر من تحقيقه لقب بطولة العالم في الإمارات، توج بطلا لبطولة منبزير الدولية للقدرة في فرنسا في إنجاز آخر يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي يحققها سموه نظرا للرعاية الفائقة والمتابعة المتواصلة من لدن جلالة الملك المعظم الذي يحرص كل الحرص على متابعة جميع مراحل سباقات القدرة لفرسان مملكة البحرين. مسيرة الازدهار لرياضة القدرة البحرينية تواصل شق طريقها بنجاح وفقا للنظرة الملكية السامية، فالمشاركات الواسعة للفرسان في مختلف البطولات دلالة على انتشار رياضة القدرة البحرينية والحرص على التواجد في السباقات الدولية وتمثيل مملكة البحرين في مختلف المحافل لمواصلة الارتقاء برياضة القدرة البحرينية.